عرفنا نفسك. احمد ايمن المراكبي، طالب في الفرقه الثانيه طب اسنان المنصوره، ولسه مواليد قريه الرحمه مركز ترافور محطه دمياط. والدي طبيب بيطري، والدتي مدرسة علوم في الكيمياء. ماليش احوال زي ما تردد اطلاقا، يعني انا علاقه عن صله قرابه بيني وبين الدكتور محمد الموسي اللي هو خالي. ده طبعا تشويه اعلامي متعمد ضمن حمله تشويه متعمده للجنه كامله، واحنا بنرفض ده جدا. وكويس ان هي نشرت امبارح، لان احنا نعرف نتجه الموضوع ده بقوه، وان شاء الله هنرفع قضيه على كل من نشر هذا الخبر كاتبا دون تحقق منه. او بالنسبه لصله قرابتك بمسؤول حزب دمياط الدكتور عبد البرهان، برضه كتبت برضه بعض الجرايد ان والدي هو امين عام في حزب دمياط، وده طبعا برضه معلومه غلط، غلط منها تشويه اللجنه، تشويه الطريقه اللي تم اختيارها. احنا بنقول ان كل هذه التشويهات الكاذبه ليس لها داعي، وان احنا هنحاول ان احنا نوصل ده للاعلام في اقصر وقت ممكن، وان شاء الله كل الحكايه هتظهر واحده تلو الاخرى. يعني حكاية بقى برلمان الجامعة، عايزين نفهم ايه برلمان الجامعة وازاي ترشحت ليه؟ برلمان الجامعة هو أصلا عبارة عن نشاط طلابي تابع لإدارة المشروع الثقافي، زي دورة برلمانية في أداء العمل البرلماني وكيفية أدائه في شكل محاكاة لما يحدث في مجلس الشعب. بيحدث في جامعة المنصورة، فضيت جامعة المنصورة من 5 سنين. قرأت إعلان عن وجود برلمان الجامعة من وكالة الإعلان ده متعلق بمدخل الكلية، فرحت قدمت ورقي، لقيت فيه 18 واحد من جميع ورقهم غيري. قدمت ورقي وبعد كده تم، عرفت إن في ميعاد مع مفيش شؤون الطلاب الساعة 12. هل ال 18 دول حد منهم منتمي لنفس التيار انت منتمي؟ لا لا، كلهم منتمين لتيارات سياسية مختلفة أو غير منتمين أصلا لتيارات سياسية. وفي تمثيل من الخمس دفع، معنى كده ان الخمس دفع كان في حد منهم عارف بما فيهم اعدادي، اللي هي اصلا مبناها مش جنب المبنى بتاعنا. ده دليل على ان الرساله كانت واصله لكل الدفعات. في توزيع، كان في تم توزيع ورق بالايد من قبل الرعايه. كان جاي رساله او كان جاي جواب لاداره الكليه ان هي في ظرف يومين تبعت 7 أسماء من عندها من الكليه. ده كان طبعا تسرع من اداره الجامعه في ان هي عايزه في وقت زي ده هذا العدد من الطلاب. فكان المفروض ان ال 18 واحد دول هيجتمعوا عشان بعد كده امين دكتور وكيل الكليه وامين اتحاد الطلاب ومنظف الرعايه الثلاثه مع بعض يشكلوا لجنه ويشوفوا كيفيه اختيار الناس الموجودين. حضر الاجتماع ده 6 من 18، رغم الناس كلها كانت مبلغه بميعاد الاجتماع 6 من 18. كان بمعرفه وكيل الكليه وموظف الرعايه وامين الاتحاد ان هيتم، ان بما ان العدد اللي جه في الميعاد والعدد اللي كان موجود في الاجتماع هو العدد المطلوب، فاعتبر الاخر فاعتبر الدكتور عصام ان اللي موجودين دول هم اللي هيمثلوا الكليه. كان شاطر، ما كانش في حد رأسي تاني، ما كانش في حد يعرف عن اي حاجه ايه اللي هيحصل بعد كده في البرلمان. بس بعد كده تم انتخاب على مستوى الجامعه، وكان في فعلا كليات تم فيها انتخاب لان العدد اللي كان فيها كبير، والكليه عندهم شركه ان هي لازم تعمل انتخاب. في كليات فعلا عملت انتخاب، وبعد كده تم في انتخاب على مستوى الجامعه، وربنا اكرمني في هذا الانتخاب ان انا كنت رئيس برلمان جامعه المنصوره. كم صوت؟ تقريبا 71 صوت على ما اتذكر، 72 صوت، 72 صوت. بعد كده ان شاء الله بقى في برلمان جامعات مصر. برلمان جامعات مصر ده كان معسكر، كانت اللائحه بتاعته بتقول ان رئيس برلمان جامعه المضيفه هو الرئيس الشرفي للبرلمان، فكنت الرئيس الشرفي للبرلمان. وبعد كده عدينا لائحه جديده للبرلمان، وتم في اخر يوم انتخابات على اللائحه الجديده. ما نزلناش فيها في جامعه المنصوره، ان كنا معترضين على الشكل القانوني بتاعها، ان هي تمت بشكل غير قانوني، ان هي كيف يتم الانتخابات على لائحه لم تقر اصلا ولم يتم الاعتراف فيها كلائحه. لكن الطلاب هناك اصروا على اجراء انتخابات، فاجرينا انتخابات كان فيها احد الزملاء. بعد كده طلب مجلس الشعب من كل الهيئات الدوله ومن الافراد ان هم يقدموا للجنه التخصيص، يقدموا مرشحين للجنه التخصيص. فاتحاد جامعه المنصوره بعت 2 من اتحاد جامعه المنصوره ورئيس برلمان جامعه المنصوره
اللي هو عضو اصلا في الاتحاد وعضو نص في الاتحاد، وده شيء مش شايف على حد فضل الله عز وجل يعني، وامين مساعد له. وكل جامعه بعثت تقريبا نفس العدد او اكتر، بعض الحركات السياسيه بعث اسماء، بعث مرشحين، في مرشحين طلبه فرديين ودوا اسمائهم، وودوا كل واحد ودى الخاص بيه ومؤهلاته الخاصه بيه لدخول اللجنه. وفي الاول وفي الاخر ممثل الشعب، الشعب اختارهم، هم اختاروا اللجنه بناء على ما ورد اليهم. وانا برد على الناس اللي تقول ان هو تم الاختيار على اساس سياسي، فبنقول ان امين جامعه المنصوره مثلا كان مقدم كان من الاخوان المسلمين، ومع ذلك تم استبعاده. امين جامعه الازهر كان من الاخوان المسلمين، ومع ذلك تم استبعاده. فكل ده كان معنى كده ان كان في ناس طلبه ثانيه من الاخوان المسلمين مقدمه ورقها وتم استبعادها، كان في طلبه من اتجاهات ثانيه مختلفه تم استبعادها، لكن في الاول وفي الاخر تصويت، والتصويت بفضل الله عز وجل كان بعدد كبير في البرلمان، اكتر من عدد الكتله البرلمانيه لحزب الحريه والعداله، عشان ما حدش يتهم الحزب بان هو اللي صوت. فمعنى كده ان كان في تصويت اصلا مشترك، او ان كان في اكتر من حزب او اكتر من مجال اقتنع في المرشح اختاره. وهنقول للناس، احب اقول للناس بس، ان نفس الناس ديت هي اللي اختارت كل الاتجاهات في اللجنه السياسيه. وكل رساله الطلاب ان احنا محتاجين دلوقتي نفكر بشكل واقعي، ان احنا عايزين نوصل دلوقتي لمتطلعاتكم وارائكم واحلامكم بالنسبه للدكتور، عشان نقدر ربنا يكرمنا ونحقق دكتور ناجح يعني. هتبدا فعاليات مع الطلبه الفتره الجايه يا احمد؟ ان شاء الله احنا هنحاول كل الوسائل الخاصه اللي ممكن نوصل بيها للطلبه في كل الجامعات. هيبقى في زيارات ان شاء الله للجامعات المختلفه، الصفحه بتاعتنا موجوده على الفيسبوك يعني، استقبل عليها المقترحات، وان شاء الله عز وجل ربنا يكرمنا ونكون يعني قادرين باذن الله على ان نوصل رسالتهم بشكل قوي جدا كممثل للطلاب، غير ممثل لاي طيب سياسي داخل اللجنه السياسيه، داخل اللجنه السياسيه، غير محسوب على اي تيار سياسي داخل اللجنه السياسيه. ويا رب ان شاء الله يوفقنا ويشوف مننا حاجه جميله باذن الله.